اهلا بيكم. النهارده هنتكلم في درس من دروس الرياضيات، وهو اتحاد مجموعتين. بيرمز لرمز الاتحاد شبه حرف اليو. هنا من شكل بين المجاور اكمل. هنا سين. يا شاطرين، بتتكون من ايه؟ برافو عليكم، بتتكون من واحد واثنين وثلاثة وخمسة وصاد. برافو. واحد وخمسة وأربعة وسبعة وتسعة. هنا بيقول المنطقة المرونة في شكل بن، والتي تمثل اتحاد المجموعتين س و ص، وتكتب س اتحاد، وهي المجموعة التي تحوي جميع العناصر الموجودة في س أو ص أو كلتيهما. تسمى مجموعة العناصر التي تنتمي لمجموعة س أو تنتمي لمجموعة ص باتحاد المجموعتين س و ص، وتكتب س اتحاد ص اللي هي بتساوي ايه؟ برافو. واحد واثنين وثلاثة وخمسة وأربعة وسبعة وتسعة. هنا عندنا أمثلة. مثال: اوجد كل من س اتحاد ص ب س تقاطع ص. طيب هنا في شكل بن، س بتساوي ايه؟ برافو، بتساوي اتنين وتلاتة وسبعة، وص بتساوي تلاتة وواحد. هنا س اتحاد ص بتساوي ايه؟ واحد واتنين وتلاتة وسبعة، اما س تقاطع ص فهي بتساوي بس تلاتة. ب، س بتساوي واحد واتنين وخمسة، وص بتساوي تلاتة واربعة. طيب هنا س اتحاد ص بتساوي واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، وس تقاطع ص بتساوي فاي، يعني مجموعة خالية. طيب ج، س بتساوي ايه؟ واحد واتنين وخمسة تسعة، اما ص بتساوي واحد واتنين بس. س اتحاد ص بتساوي واحد واتنين وخمسة وتسعة بتساوي س، وس تقاطع ص فهي بتساوي الواحد واتنين اللي بيساوي ص. لاحظ ان ص جزئية من س، يعني ص حتة من س. يعني لو قلنا س بتتكون من ايه؟ هنقول واحد واثنين وخمسة وتسعة. ودلوقتي هنتقل على التمارين. دلوقتي عندنا السؤال بيقول: في كل من الأشكال بن التالية اكتب ما تمثله المنطقة الملونة. هنا س تقاطع صاد تقاطع عين. وهنا بقى س اتحاد صاد اتحاد. هنا سؤال رقمي باستخدام شكل بن المقابل اوجد كل من س اتحاد ص وص اتحاد س، وماذا تلاحظ؟ عندنا هنا في شكل بن س بتساوي
بتساوي ايه يا ترى؟ شاطرين، برافو. 1 و2 و4 و5. وصب بتساوي ايه؟ صب بتساوي 3 و4 و7. هنا سين اتحسب بتساوي صاد اتحسب. يعني لو خدنا منها هنا سين اتحسب هتساوي ايه؟ هتساوي 1 و2 و3 و4 و5 و7. طب ولو صاد اتحسين هتساوي ايه؟ 1 و2 و3 و4 و5 و7، فهم الاتنين بيساوي. ولو خدنا بالنا هنلاقي ان دي خاصية الإبدال. وبكده اقدر اقول لكم شكرا ليكم والسلام عليكم. ما هنفهم نتعلم ببساطة.